بالنسبة لسؤال محمود، ألوان المناسبة للدهانات، هي أحسن ألوان اللي أنت بتستريح لها، لأن أنت اللي هتبقى موجود في المحل. هو بعد يعني بعد توضيب المحل كاملا ممكن عمل توازن الطاقة للمكان. هو بالنسبة للأماكن يعني بيتعمل على مرحلتين. أول مرحلة بنطمن إن مفيش موجات أو آثار سلبية جاية من جميع الاتجاهات، يعني بنتخيل إن في دايرة 360 درجة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبنطمن إن الأول مفيش حاجة جاية، ولو في أي سلبيات جاية من خارج المحل بنصلحها. المرحلة الثانية توازن الطاقة للمكان نفسه. فبتتعمل موضوع المحلات أو الأماكن بتتعمل توازن الطاقة على مرحلتين. أي أسئلة أخرى يا جماعة؟ طب أنا هسألكوا سؤال، حد عنده فكرة اسم أو نوع الكولونيا اللي أنا حطيتها؟ أشوف كده لو في حد عنده مواهب ومش واخد باله. لا مش لابيدوس. لا أنا حطيت الإزازة قدامي عشان نزيد موضوع التواصل. لا حد يقدر يقول لي نوع أو اسم الكولونيا اللي أنا حطيتها؟ ولا يهمك يا ذكر. لا مش بوس. قولوا اللي يجي ببالكوا على طول، يعني الموضوع ما فيهوش تفكير. والله مش عارف اذا كان فيها ليمون ولا لا. بس هي انا اقول لكم يعني هي اللي اسمها دراكار نوار. معلش دي حاجة كده على الماشي بنعملها في الأول كده، إيه نشوف لو في نوع من اللي حد عنده. اتفضل يا محمود. لا مفيش تحديد يا لبابة. لا هو نوع من التحضير النفسي، ان انا يعني كأني موجود وسطيكوا فعلا. فالواحد لما بيخرج او يتقابل مع ناس بيبقى لابس كويس وبيحط كلونيا والحاجات دي كلها. بالظبط اختيار عشوائي. يا محمود دي مسألة أذواق، وبعدين أذواق المنطقة اللي أنت فيها. يعني هو أنت عايز الصراحة ذوقك أنت، يعني مش هو ده المهم. المهم ذوق الناس اللي هتيجي. يعني لو الواحد بيفتح في منطقة شعبية غير لما بيفتح منطقة أغلبيتها لهم خلفية معينة، يعني بتفرق. يعني ما تدورش على الألوان اللي على ذوقك انت.
دور على الالوان الذوق العملاء اللي هيجوا. لا ما اعرفش الوان المنطقه الشعبيه ايه، بس يعني ابسط شيء انك تقعد في المنطقه دي وتاخد بالك اهل المنطقه بيلبسوا الوان ايه، لان كل منطقه مختلفه عن التانية، لان الناس مختلفه. فطبعا لو اخترت الالوان اللي هم كلهم الاغلبيه بتستعملها هيحسوا بنوع من الالفه معاك. نبتدي يا أماني ولا لسه شوية؟ اه كده مظبوط يا محمود، ما انا كنت هناك برضو يا لبابة وبعدين جيت هنا، لان ما الله يخليك يا لبابة. في اي حد عنده اسئلة تانية يا جماعة قبل ما نبتدي؟ احنا الموضوع بتاع النهاردة هنتكلم عن العلاج بتوازن الطاقة. هل أخدتوا بالكم من الرسمة، من الصورة اللي أنا حطيتها في الجروب، اللي هي فيها النقط على الوش وعلى طب كويس. ما عشان كده بقولك يعني اليوم عالجت ماما بالسجوك بس متعب كتير وجعوني إيدي. طيب انا هقول لك حاجه يا لبابا، يعني احسن حاجه خليكي يعني زي ما انا قلت قبل كده، توازن الطاقه اسهل طريقه وما بتتعبش وما فيهاش استهلاك للطاقه، ولا بضطر ان انا اشحن نفسي ولا اي حاجه. يعني الطريقه اللي احنا بنعملها اسهل طريقه موجوده واسرع طريقه موجوده، ده اللي انا اعرفه. ممكن يكون حد تاني عنده طريقة تانية، ما اعرفش. يعني هي العامل المشترك في كل الطرق اللي هو الشخص نفسه. يعني هو الغرض من معرفة توازن الطاقة ومعرفة الريكي ومعرفة البرانيك هيلينج ومعرفة العلاج بالألوان وبالشكرات والزمن وكل المسميات الكتيرة دي كلها، الهدف ان انا اعرف الحاجات دي كلها وبعدين اوصل لطريقة بتاعتي، طريقة اقرب لقلبي، طريقة بستريح لها وانا بعالج بيها حد او بعالج نفسي. لا هو اللي بيحصل يا ذكرى ان كل واحد فينا لما بيقرا عن طريقه معينه او بيسمع معلومه جديده بنحب ان احنا نجربها. وبعدين لما يعني اثناء العلاج لو حاجه بتوجع زي ما حصل مع ياسمين، اللي بيحصل ان ممكن قلبك مش مستريح لها قوي يعني، او الى حد ما مش مقتنعة بيها 100%. يعني هتلاحظوا في المحاضرات بتاعتي انا بتكلم على بعض الحاجات وفي حاجات ما بتكلمش عنها. انا ما بتكلمش عن حاجات معينة قصد، يعني مش ان انا بطنش او يعني مش عايز اقولها، لا. الافضل ان كل واحد فيكم يوصل للحاجة لوحده، عشان كده بدي فرصة مرة واثنين وتلاتة انكم توصلوا لوحديكم للطريقة المثلى بالنسبة لكم،
لأن في الحالة دي بتبقى الطريقة أقوى وبتبقى يعني بتجيب نتائج فعلا مذهلة، وناس كتير تقول اللي احنا بنعمله ده معجزة. فهو ده الهدف من الكلام اللي احنا بنتكلمه. يعني انتوا اديكم بتحضروا معايا اهو، بنتكلم على توازن الطاقة، وبنتكلم على البندول وتوازن الطاقة، توازن الطاقة للإنسان وللحيوان وللنبات وللمكان. دي طريقة يعني جمع انت تعالى اتكلم، مثلا عندك الريكي وعندك الفانك شوي وعندك البرانيك هيلينج وعندك كذا طريقة تانية، وكل طريقة ليها طريقة عمايلها. ولكن زي ما قلت قبل كده، العمل المشترك في كل الطرق العلاجية دي كلها الشخص نفسه. فأيا كانت، لأن لما بنبقى في مرحلة الألفا والنية بتاعتنا نية الخير والعلاج ومساعدة الناس، هي دي النية اللي بتوصل. في أسئلة تانية يا جماعة؟ وبعدين طبعا الصورة التانية يعني في الصورة اللي هي اللي أنا قلت عليها نستعملها في المحاضرة، وفي الصور اللي من قبل كده اللي هي صورة ممثلة للإنسان من الأمام وللخلف، اللي هي صورة فيها اتنين فيجرز، ممثلة للشخص من قدام وممثلة للشخص من الخلف. اللي من الأمام طبعا للأعضاء اللي هي من الأمام، واللي من الخلف للأعضاء اللي بتبان من الخلف. يعني احنا في الاول بنستعمل الصور دهيت فالصور زي ما قلنا بتفيد في حاجات كتير جدا، وهنتكلم عليها واحنا بنتكلم في المحاضرة. هنبتدي بقى ان شاء الله، وزي ما كل مرة بنيجي نبتدي بحب ان احنا نعمل حاجة بسيطة قوي، ان احنا نتخيل موج البحر. نتخيل ان موج البحر، انت عارفين الموجة بتيجي وبترجع البحر، فاحنا نتخيل ان الموجة بلونها الازرق الحلو او اللون اللي يعجبنا بتيجي بتغطينا، بتغسلنا، بتملانا بكل حاجة حلوة من خير وسعادة وقناعة والحاجات اللي احنا عايزينها. واحنا بنتغطى كده بنبقى مبسوطين وبنملأ وبنشعر بسعادة غامرة، والموجة بترجع بتاخد معاها كل الحاجات اللي بتضايقنا. ممكن يكون حد عنده حاجة بتوجعه، الوجع ده هيروح مع الموجة وهي راجعة. عنده حاجة مضايقاه، حد قال له كلمة ضايقته، تمشي برضو مع الموجة وتروح البحر، وبعدين اروح مرجع تاني، استحمى تاني بالموجة بتغطيني من اول راسي لغاية رجلي، بستحمى بالنور بالسعادة بالخير، وبعدين الموجة وهي ماشية بتاخد الحاجات الوحشة معها. بالمناسبة يا جماعة، التمرين البسيط ده هو بيساعد على نقاء العقل، يفضي العقل من الحاجات اللي ممكن تكون بتضايقنا ايا كانت ايه هي. ولما بنخش في المرحلة دي بنقدر نوصل لمرحلة الالفا اللي هنتكلم عليها. مرحلة الالفا هي مرحلتين قبل مرحلة الدلتا، ومرحلة الدلتا هي مرحلة النوم. قبل النوم على طول في مرحلة اسمها ثيتا، وبعدين قبل الثيتا في مرحلة اسمها ألفا. فإحنا غرضنا مرحلة الألفا
الثيتا بتبقى احسن، بس يعني مش هتفرق كتير الفا ولا ثيتا. بنوصل للالفا ازاي؟ ان احنا بنتخيل ان احنا بنسمو، بنطلع لفوق، بنرتقي ايا كان. بتخيل موج البحر بيديني سعادة وبيطلعني لفوق، وفي نفس الوقت هو ماشي بياخد الحاجات اللي بتضايق. فلما نعمل دي كده مرة أو مرتين هتنظفنا من جوه، تخلي عندنا نوع من النقاء أو الصفاء. توازن الطاقة يا جماعة. لا اكمل على موضوع الموج ده. هو لو عملنا هذا التمرين او ايا كان المسمى عملناه، مثلا نقول كل يوم نعمله مرة او مرتين براحتنا يعني، بعد لما بنعمله كتير، هو الهدف من التمرين ايه؟ نقاء وصفاء الروح والنفس والعقل والعقل الباطن والواعي وكله. لما هنعمله ونحس فعلا براحة، اللي هيحصل بعد كده ان انا ساعة لما احتاج الراحة دي هبص الاقي موضوع الموج ده هيحصل تلقائي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالهدف ان انا ابذل بس مجهود في الاول ان انا اعمل الحاجة، بعد كده لما العقل بيبتدي يفهم ان انا فعلا بحتاج هذا، بنوصل لمرحلة التلقائية في الحاجة. لما بوصل لمرحلة التلقائية يبقى أنا فعلا العقل الباطن عرف إن أنا بحتاج هذا التمرين عشان أصفي ونقي العقل، وهيبقى سهل إن أنا أتحكم في مشاعري أو في الحاجات اللي بتضايقني. أول لما تيجي حاجة تضايقني على طول، موج البحر بيجي بيديني حاجات حلوة وبياخد الحاجات الوحشة. فعايزين نبقى عندنا يعني نوصل لمرحلة التلقائية. توازن الطاقة بكل بساطة يا جماعة هو توازن للمجال الكهرومغناطيسي. المجال الكهرومغناطيسي ده بيجي منين؟ احنا كبشر في جسمنا 300 تريليون خلية، والتريليون بالمناسبة فيه 12 صفر، وكل خلية مكونة من جزء سالب اللي هو الإلكترون وجزء موجب اللي هو البروتون. فلما بيتواجد جزء سالب وموجب في نفس الوقت بيعمل تيار كهرباء. بعد التيار الكهرباء بيبقى فيه تيار مغناطيسي. محصلة التيار الكهرباء والتيار المغناطيسي تيار اسمه تيار كهرومغناطيسي. فتخيلوا احنا قلنا فيه في جسمنا 300 تريليون خلية، فالمحصلة في الاخر بيبقى فيه مجال حوالينا، في مجال حول الاعضاء، حول الخلايا وبعدين الاعضاء وبعدين حول الجسم ككل، حول الانسان. وبالتالي انت كل واحد فيك عنده المجال، وانا عندي المجال، والحاجات اللي حوالينا برضو ليها المجال بتاعها. وفي مجال الكهرباء نفسه اللي من الكمبيوتر، من الموبايل، من كل حاجة حوالينا. احيانا بيحصل تفاعل سلبي بين المجالات دي كلها. لما بيحصل تفاعل سلبي احنا بنسمي ده بان حصل خلل في المجال اللي حواليا. هتكلم على نفسي عشان يبقى الكلام اسهل. فلما بيحصل خلل في المجال بتاعي، نتيجة ده ايه؟ في حاجة اسمها طاقة الشفاء الذاتي. طاقة الشفاء الذاتي كفاءتها بتنزل. لو انا ملحقتش وعالجت هذا الانخفاض في كفاءة الشفاء الذاتي والخلل في المجال، بعد كده بيظهر عرض على الجسم، واحد ايده توجعه، واحد رجله توجعه، واحد يجيله صداع، يعني ايا كان العرض. كل انسان فينا له نقطة ضعف ممكن بيظهر فيها هذا العرض. فلما بنعرف ان في خلل في المجال بنبتدي نعالجه بتوازن الطاقة، بنعمل له توازن. لما بنعمل توازن للمجال كفاءة الشفاء الذاتي بتعلى، تبتدي تتعامل مع أي عرض موجود في الجسم. وبالتالي بناء على ذلك
ما يفرقش اسم المرض يا جماعة. في مجال الطب هما بيسموا المرض ليه؟ علشان يعرف يديله اي دواء. لكن في العلاجات بتاعتنا احنا ما يفرق، احنا مش بنعالج عشان ندي دواء، احنا ما بنديش دواء كيماوي، احنا بنتعامل مع المجال. اول لما نصلح المجال، الجهاز الشفاء الذاتي بيعمل من تلقاء نفسه لمعالجة السبب اللي عمل العرض. يعني ممكن حصل مثلا نقول خلل في المجال في منطقة مثلا نقول الكتف، ممكن الخلل اللي في الكتف يعمل ألم في الدماغ، يعمل صداع. فمكان الخلل مش بالشرط إنه يكون مكان الألم أو مكان العرض اللي ظاهر. أول لما بالكشف بالبندول بنقدر نحدد مكان الخلل في المجال. فهي الصورة الأولانية بنعمل توازن للمجال الكهرومغناطيسي. بس هي بالظبط كده يا عبد، دي أسهل دي، يعني عشان كده بقول لكم يا جماعة طريقة توازن الطاقة أسهل طريقة وأسرع طريقة لو اقتنعتم بيها يعني، وتعلمها سهل يعني، ما فيهاش صعوبة. ليه؟ لأن تعلمها مبني على أساس التواصل مع العقل الباطن، وبنعلم التواصل مع العقل الباطن عن طريق البندول وتمرينات البندول اللي اتكلمنا عليها قبل كده. فهنيجي نتكلم دلوقتي على مرحلة ما هي الصورة اللي نريمان عندي، بس الصورة اللي فيها التابينج بوينتس. الصورة دي اللي أنا حطيتها على الجروب اللي فيها التابينج بوينتس دي نقاط. اللي بيحصل إيه؟ إن أنا لما باجي بعالج حد معين، قبل ما ابتدي مرحلة العلاج بتخيل بالعقل إن أنا النقط دي كلها بملاها باللون الذهبي، وبتخيل اللون الذهبي ده كأنه شعاع ليزر لونه ذهبي، والليزر نفسه بيلف في اتجاه عقارب الساعة. دي بتبقى أول مرحلة في العلاج، إن أنا بشوف النقط دي وبملاهم كلهم مرة واحدة باللون الذهبي، وفي نفس الوقت الليزر ده بيلف في اتجاه عقارب الساعة، كل شعاع منهم رايح لنقطة معينة وبيلف في اتجاه عقارب الساعة. لو لأي سبب الشعاع اللي أنا ببعته بالتخيل أو من عقلي ما بيروحش أو ما بيلفش في اتجاه عقارب الساعة، يبقى ممكن الشخص نفسه قافل المجال، يبقى مجاله مقفول مش مفتوح إن أنا أتعامل معاه أو أقدر أعالجه. دي ممكن يبقى ليها عدة أسباب. أول سبب إن الشخص قافل المجال، تاني سبب ان الوقت ده دلوقتي مش هو الوقت المناسب للقيام بعملية العلاج. احيانا مثلا اجي اعالج حد معين بالطريقة اللي انا قلتها دي دلوقتي، ابص الاقيها مش عايزة تروح، الطاقة مش عايزة توصل للشخص، فاروح سايب الموضوع شوية، كمان بعديها بخمس دقايق او عشر دقايق ارجع اعملها تاني الاقيها فعلا بتروح. فدي بتبقى أول مرحلة يعني من ضمن المراحل، لأن أول مرحلة خالص في الأول النية، إن أنا النية نيتي إن أنا أعالج الشخص. بعد كده بأوصل لمرحلة الألفا، أو أوصل لمرحلة الألفا وبعدين النية، نية العلاج. طيب عملنا المرحلتين دول الألفا والنية. بعد كده بستخدم اللي هي النقطة اللي فيها التابينج بوينتس. لا ما مش هخش في المناطق التانية دي يا عبد، انا خلينا في اللي احنا بنتكلم فيه. فبعد كده بعمل ان انا بنور النقط دي كلها باللون الذهبي، سواء شعاع ليزر
او بحط على كل نقطة مثلا كيلو ذهب، ايا كان التخيل اللي يوصلني اليه عقلي. دي برضو مسألة بتساعد في سرعة العلاج، والموضوع ده ما بياخدش ثواني يا جماعة. يعني لو حد فيكم فكر ان هو يعمله لأي حد دلوقتي مش هياخد منكم ثانية. فاحنا زي ما قلنا النية مرحلة الألفا والتابينج بوينتس. هنا معلش هدخل نقطة تانية اللي هي ان انا قريت في موضوع اللي هي الحرية النفسية او الاي اف تي كتير جدا، ولكن لسبب ما يعني ما مش هقول ما اقتنعتش، بس انا اخدت منها اللي انا عايزه. انا اخدت منها اللي هي النقط اللي هي النقط اللي انا حاطين اللي موجودين في الصورة دي. وبعدين مش لازم احفظ النقط قوي يعني بالظبط، لان العقل الباطن ما دام شاف الصورة بيبقى عارف النقط فين، فالموضوع مش محتاج حفظ يا جماعة. ما بتفرقش في اي حاجة خالص، مستلقي او جالس او ما بتفرقش خالص يا نريمان. ده ردا على سؤال وضعية الشخص مستلقي او جالس او الوضع، ما بيفرق فعلا، ما بيفرقش. فهنيجي بعد كده احنا اتكلمنا على ان انا قلت فيه اللي هي الصورة اللي برضو محطوطة في الجروب، اللي هي صورة ممثلة فيها كأن فيها اتنين فيجرز، واحد يمين واحد شمال. اللي على الشمال اللي هو شكل الانسان من الامام، واللي جنبيها اللي هي شكل الانسان من الخلف. فاحنا لما بنعرف نستعمل البندول اول حاجة وانا بكشف بعمل ايه؟ بكتب اسم الشخص على ورقة، وافضل انزل البندول على اسم الشخص اللي انا هنوي ان انا اكشف عليه، لغاية لما البندول يلف معايا على في اتجاه عقارب الساعة. فكده يبقى دي ذبذبة البندول، واخلي البندول موجود فوق اسم الشخص اللي انا كتبته، ما يفرقش الاسم بالكامل. يعني ردا يعني محمود بيسأل اسمه بالكامل مش هيفرق كتير. يعني لو انت قلت لي مثلا انا عندي اخويا عايزك تكشف عليه، هكتب اخو محمود، دي كافية قوي، مش محتاج اسمه. تعتمد على الشخص اللي قدامك كيفية تتعامل معاه. لو انت حسيت انك لو ما سألتش على اسمه مش هيقتنع بيك، يبقى تسأله على اسمه. يعني كل حالة بتبقى مختلفة. فزي ما بنقول احنا الاول بنكتب اسم الشخص على ورقة، وافضل انزل البندول لغاية لما اوصل البندول يلف في اتجاه عقارب الساعة، يبقى دي ذبذبة الشخص. وبعدين الورقة التانية، الورقة اللي هي فيها الناحيتين الجسم من قدام ومن ورا، اروح ماسك قلم او ماركر وابتدي من عند الرأس من فوق، وامشي بالراحة، والبندول مفروض بيلف في اتجاه عقارب الساعة، وامشي بالراحة على الرسمة. اخد الجسم من الاول من الراس، وبعدين الجبهة، وبعدين الحواجب، وبعدين العينين، وبعدين المناخير، وبعدين الفم، وبعدين الدقن، وبعدين الرقبة، وبعدين الاكتاف، وهكذا. وامشي من انزل مثلا لغاية الصوابع من ناحية، وارجع تاني اعمل الصوابع من الناحية التانية، وارجع وبعدين ابتدي ارجع تاني للكتف، وانزل من الكتف على الرئة او الصدر، منطقة الصدر، وبعدين بعد كده بنزل على منطقة البطن، وافضل انزل كده. وبعدين هاجي عند مرحلة هنزل عند الرجلين، هاخد الرجل مثلا نقول اليمين الاول، وارجع تاني وانزل من ناحية الرجل الشمال لغاية صوابع الرجلين. وانا بمشي القلم او الماركر على الصورة، اروح حاطط علامة لو حسيت، لو لقيت البندول بيلف عكس عقارب الساعة، ده معناه ان في خلل في المجال الشخص في النقطة دي.
واكمل الكشف لغايه اخر ما اوصل لصوابع الرجلين، وبعدين اكرر نفس الشيء على الصوره اللي جنبيها عشان اكشف على الظهر، من ظهر الراس وبعدين القفا وبعدين برضو اعلى الظهر الرقبه يعني من ورا، وبعدين الكتف من ورا واعلى الظهر، واكشف على الفقرات، ممكن اكشف على الفقرات واحده واحده، وبعدين انزل برضو على الكلى من ورا، وافضل انزل بعد كده بيبقى في عند المصران المنطقه، كل ده من ورا، وبعدين في المقعده، وبعدين انزل في الفخذ، وبعدين في ظهر الركبه، لغايه لما انزل للكعب الناحيه اليمين والناحيه الشمال. في الحاله دي انا كده عملت كشف كامل للشخص. سؤال ذكر المسافه بين البندول والجسم كم يجب ان تكون؟ المهم ما تكونش لمسه الجسم، يعني هي يعني احنا بنتكلم على الورقه، لو بنستخدم الورقه يبقى هي مثلا 5 سم، يعني مش هتفرق كتير. يعني لو انا الشخص فعليا قدامي اخليه يستلقي واستعمل البندول، بدل ما هي على ورقه يبقى على الشخص فعلا، بس ما علمش على الشخص بالماركر، واخد بالك؟ يعني اتذكر بس النقاط اللي لف فيها عكس عقارب الساعة. العفو يا ذكر. بعد ما بقى ممكن تعلمه طبعا لو عايزين، يعني على حسب قرابة الشخص معاك يعني. دلوقتي احنا كشفنا على الشخص كاملا من راسه لرجله، من قدام ومن ورا. دي كده عرفنا لو في اماكن خلل. وزي ما انا مثلا بنزل من فوق لتحت، ما انا ممكن امشي عند منطقه الكلى او الصدر او البطن، ما انا ممكن امشي من اليمين للشمال او الشمال لليمين، يعني ما فيش اتجاه محدد. فاول لما بلاقي البندول كده انا حددت النقاط اللي هي بيلف فيها عكس عقارب الساعه، دي معناها ان في خلل في المنطقه دهيه. طيب انا على الورقه النقط دي محدده، طيب ابتدي اخد نقطه نقطه بقى، ابتدي من اي نقطه مش هتفرق، سواء من تحت او من فوق او من على الجنب او الرسمه اللي تمثل الخلف او الامام مش هتفرق، المهم كل نقطه احط فوقيها البندول بقى. يعني احنا كل الكشف ده بخلي البندول فوق اسم الشخص. دلوقتي انا حددت النقط والبندول عند نفس طول الخيط، عند نفس ذبذبه الشخص، اجي فوق النقط اللي انا اللي هي بتحدد لي مكان الخلل في المجال الكهرومغناطيسي، واخلي البندول يلف في اتجاه عقارب الساعه مع في نفس الوقت رش اللون الذهبي. رش اللون الذهبي ممكن اتخيل اشعه ليزر طالعه لونها ذهبي بتغطي المكان، ممكن اتخيل اللون الذهبي ده حجر او حاجه وزنها كيلو محطوطه فوق هذه النقطه، باي تخيل انا احبه. المهم الهدف هو احنا عايزين ذبذبه اللون الذهبي، فاتخيلها باي تخيل، واخلي البندول بيلف، انا اللي الفف البندول مع عقارب الساعه كده. الوقت اللي انا اخده وانا بلفف البندول مع عقارب الساعه كل انسان فينا مختلف، ممكن ثواني تكفي، ممكن في حالات اخرى مثلا نقول 10 ثواني، حالات اخرى 30 ثانيه، حالات اخرى ممكن تبقى ثانيه واحده. المهم ومع استحضار النيه يا جماعه، كل ده مع استحضار النيه، النيه لازم تبقى موجوده على طول. واكمل واعمل نفس الطريقه برضو مع كل النقاط. بعد لما انا عالجت كل النقاط اللي فيها خلل، ارجع بقى اظبط تاني، يعني احط البندول فوق اسم الشخص،
او احط البندول على النقطه اللي انا صلحت فيها الخلل وما حركوش، اشوف هو هيلف في اي اتجاه. لو البندول لف في اتجاه عقارب الساعه يبقى في الحاله دي النقطه اتعالجت او الخلل اللي موجود اتعالج. لو لقيت ان البندول راح لافف عكس عقارب الساعه اروح عامله تاني، انا اللي الفه بقى بايدي، انا اللي بحرك البندول من اتجاه عقارب الساعه عشان اصلحها تاني. ما ندورش على السبب اللي حصل بسببه الخلل، لان الاسباب ممكن تكون كتيره جدا صعب ان احنا نحصرها. هي بعد كده ممكن لو في قوه ملاحظه ولاحظت حاجه معينه او شعرت ان شيء معين بيسبب لي هذا بيرجع الخلل تاني ابعده عني. فتفرق من حاله لحاله. اهلا يا حسام. في اي اسئله يا جماعه؟ الكلام اللي قلناه لغايه دلوقتي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب طاهر بيسأل سؤال، هل صحيح عندما ترسل طاقة شفائية لأحد نحتاج أن ننظف مجالنا المغناطيسي حتى لا ينتقل المرض أو الخلل لنا؟ بالنسبة لسؤالك يا طاهر، بالنسبة لتوازن الطاقة ما بنحتاجش أن احنا ننظف، لأن من أصل الموضوع من أصله أنا ما باخدش حاجة من المريض. وايا كان اللي عند المريض مش هيتنقل ليا. هيتنقل ليا ليه؟ هو هيتنقل في حاله واحده بس، لو انا مقتنع ان هو هيتنقل ليا. زي مثلا في بعض طرق العلاجيه بتقول لك مثلا اسحب المرض، الكلمه دي في حد ذاتها كلمه خطر جدا، تسحبه توديه فين؟ ما هو لازم نفكر في الكلام يا جماعه، ما ينفعش ان احنا نسمع كلام كده وايه ونتقبله بدون ما نفكر فيه. طب انا اسحبه، ما هو جه عليا، يبقى لازم انظف ولازم اعمل كل هذا الكلام. فخلينا يعني توازن الطاقة ما فيهوش موضوع ان انا انظف وان انا الطاقة اللي عندي بتخلص او ان انا بسحب حاجة. انا لو اخدت بالك من كلامي يا طاهر، انا بتعامل مع المجال، بكشف عليه، بوزنه. ولا اخدت مرض ولا عالجت مرض، انا ما بعالجش المرض، انا بعالج المجال. فهو ده الفرق بين الطريق توازن الطاقه والطرق الاخرى. في اي اسئله اخرى قبل ما نعمل ملخص ونعيدها تاني؟ شكرا يا طاهر، يديك العافية. الله يخليك يا حسام، شكرا ويطول عمرك. بالنسبة لموضوع تطويل العمر، أنا أتمنى من الله أن يكون عمري 500 سنة. حاضر يا نار، هنعمل الملخص. الله أعلم إيه اللي هيحصل، لكن هذا ما أتمناه. الحياة جميلة جدا. فهقول في أي أسئلة تانية ولا أبتدي أعمل الملخص تاني من الأول؟
سؤال عبده، هل في ذبذبة لمنع أن يبيض الشعر؟ بص يا عبده، على قدر علمي، الله يعطيك العافية جميعا يا نريمان، على قدر علمي الشعر بيرجع بيبقى أبيض لازدياد مادة اسمها هيدروجين بيروكسيد، اللي هي بنسميها مية الأكسجين على ما أعتقد بالعربي، في الجسم، فده بيؤدي إلى تبييض الشعر. فإحنا ممكن عشان نمنع تبييض الشعر نكتب نقل الطاقة زي ما اتكلمنا قبل كده، طاقة إرجاع لون الشعر الأصل مثلا، وأجيب ذبذبتها بالبندول وأنقلها لنفسي. مش لازم تيجي شيخوخة، مش لازم تيجي شيخوخة خالص يعني. ما لو فرضنا بالنسبة لسؤال نارو، لو احنا اقتنعنا ان في شيخوخة جاية هتيجي، فلكن احنا الاحسن ان احنا ما نتكلم، يعني ما مش هتيجي فما تجيش. ممكن يا طاهر، هل استطيع اصلاح الخلل في ذبذبة المكان؟ ممكن. مش فاهم السؤال، كتابة معنى الكلمات على الورق. هل هذا تقصدين يا نارو اصلاح القناعات؟ بالظبط، بس هناخد بالنا بنكتبه ازاي برضو يا جماعة. هي بتتسجل يا احمد، متقلقش. يعني هديكم مثل للكلام الصح، من يعني لما بنيجي ننقل الطاقة لنفسنا، ممكن يعني بالنسبة، الله يخليك يا احمد، شكرا. لو هنيجي نتكلم مثلا على ناس كتير بتحب انها تفقد وزن، وفي ناس بتبقى رفيعة عايزة تكتسب وزن، فعشان ما نخشش في موضوع فقدان وزن واكتساب وزن نعمل ايه؟ انا مفروض يبقى ليا هدف محدد، انا عايز كم كيلو، يبقى وزني كم كيلو، واكتب طاقة الوصول بجسمي الى، اروح محدد الكم كيلو، واجيب ذبذبة الكلام ده هوت واروح ناقلها لنفسي. هنتكلم عليها يا طاهر، متستعجلش. العفو. طيب هلخص اللي قلناه من الاول. طبعا. وبعدين خلي بالك يا نارو، احنا ما نعرفش ايه هي الطبيعه البشريه، وما اوتينا من العلم الا قليلا، يعني في حاجات طبيعه بشريه وما عندناش فكره عنها. فنستخدم يعني نحدد يعني موضوع الوزن ده عشان نحدد زي الهدف، نحدد هدف محدد ان انا عايزه اوصل. فهلخص اللي احنا قلناه من الاول. اول حاجه لما بنيجي هنيجي ندخل في مجال زي المحاضره مثلا، هنا ابتدينا في الاول ان احنا بنتخيل موج البحر بياتي الينا وبيغطينا من راسنا لغايه رجلينا، بنستحمى بيه وبيبقى مليان خير وسعاده وقناعه ونور وايمان وكل حاجه بتسعدنا. وموج البحر وهو راجع بياخد الحاجات اللي بتضايقنا، بياخد الكيماويات الزيادة مثلا اللي ضارة في الجسم، زي واحد عنده مثلا كوليسترول زيادة، واحد عنده ترايجليسرايدز او دهون زيادة، واحد عنده ايا كان اللي عنده، كل الحاجات. والنية تبقى ايه؟ ان ياخد الحاجات اللي عرفها والحاجات اللي معرفهاش، الحاجات الضارة. يبقى موج البحر بيديني حاجات حلوة وكويسة، وهو ماشي بياخد الحاجات الوحشة. اعمل التمرين ده كذا مرة لغاية لما احس كده براحة نفسية ونقاء وصفاء.
وزي ما قلت في الاول برضو لما هنعمل التمرين ده حتى بدون تحضير لحاجة معينة، لو انا عملته كتير هبص الاقي بعد كده هيحصل تلقائي، العقل هيبتدي ينفذه لي تلقائيا. احنا هدفنا ان احنا نوصل لمرحلة التلقائية. لا بلاش يعني كلمة استجلاب، يعني انا بجيبه، لا انا مش بجيبه، انا بتخيله ايا كان، اتخيله. فالتخيل سهل وممكن نعمله يعني، لان الاساس في كل اللي بنعمله يا جماعة هو النية. لما بنعمل كده بيبقى ذهننا صافي ويبقى فيه نوع من الاسترخاء. بعد كده بنيجي نتكلم على، اتكلمنا على نقطة التابينج بوينتس اللي انا حطيتها في الجروب دي، بتنفع لما باجي بعالج شخص، ان انا بتخيل ان النقاط دي كلها انا بملاها باللون الذهبي مرة واحدة، يا اما اشعة ليزر رايحة لكل نقطة في نفس الوقت، او بحط على كل نقطة كيلو ذهب او ايا كان، المهم اللون الذهبي يبقى في النقط دي كلها بتشع لون ذهبي. وبعد لما هملاها بالدون الذهبي، لو انا بصيت على النقط دي في الشخص هبص الاقي الشعاع ده مليان ومنور باللون الذهبي. طيب اول مرحلة في توازن الطاقة، توازن الطاقة قلنا هو توازن للمجال الكهرومغناطيسي اللي حول الانسان. المجال الكهرومغناطيسي جه منين؟ جه من الخلايا. خلايا جسمنا حوالي 300 تريليون خلية، وتريليون فيه 12 صفر. كل خلية فيها جزء سالب اللي هو الإلكترون وجزء موجب اللي هو البروتون. فتواجد السالب والموجب بيعمل نوع من التيار الكهربي. بعد التيار الكهربي بيتكون تيار مغناطيسي. محصلة التيارين دول تيار اسمه تيار كهرومغناطيسي. الخلايا، من الخلايا بيتكون أعضاء، وجسمنا في الآخر بيتكون من الأعضاء. فالمحصلة في الآخر بيبقى فيه مجال حوالينا، ده اللي احنا بنتعامل معاه. لما بيحصل، وبعدين زي ما قلت أنا ليا المجال بتاعي، كل واحد فيكم له المجال بتاعه، الأشياء اللي حوالينا فيها ليها مجالات كهربية وكهرومغناطيسية. لما بيحصل تفاعل سلبي بين المجالات ده بيؤثر سلبيا عليا، بيعمل لي خلل في المجال الكهرومغناطيسي. طيب الخلل ده لو ما تعالجش بيسبب بعد كده، بيوصل لمرحلة انه يبقى عرض، الانسان يشعر ان عنده صداع، رجله بتوجعه، ركبته بتوجعه، ايا كان العرض اللي بيحصل. بعد كده بنستخدم اللي هي الورقة اللي انا كنت حطيتها برضو في الجروب قبل كده، اللي هي فيها شكلين، شكل الانسان من الامام وشكل الانسان من الخلف. بنبتدي ازاي؟ مرحلة الكشف هي اول شيء بنعمله. مرحلة الكشف بنبتدي ازاي؟ ان انا بكتب اسم الشخص على ورقة، وانزل البندول من الاول عشان احصل على زبزبة الشخص. اول لما البندول يلف مع عقارب الساعة يبقى دي زبزبة الشخص. اخلي البندول فوق اسم الشخص وهيفضل هو يلف الى ما شاء الله في اتجاه عقارب الساعة. وبالايد التانية ابقى ماسك قلم او ماركر فوق الرسمه، وامشي على الرسمه من اعلى الراس الى اصابع القدمين، انزل من الناحيه اليمين لصوابع الايد اليمين، وبعدين ارجع تاني وارجع للناحيه الثانيه صوابع الايد الثانيه، وارجع تاني وانزل للرجلين برضو، انزل لرجل واحده واطلع او انزل لرجل واطلع من صوابع الرجل الثانيه لفوق. المهم اغطي الجسم كله وامشي بالراحه عشان ما تفوتنيش نقطة معينة. وانا بمشي الماركر فوق الحتة دي، لما بلاقي نقطة البندول بيلف فيها عكس عقارب الساعة اروح احط نقطة او اعلم المنطقة دي، واكمل الكشف كله على الجسم من الامام، واعمل الكشف على الجسم من الخلف. من الخلف بيفيدني ان انا ممكن اكشف على الفقرات. في الحالة دي أنا حددت أماكن الخلل اللي موجودة في الجسم.
اللي هي بالجسم بالنسبة للشخص اللي أنا ظبطت البندول عليه. طيب عرفت الأماكن اللي فيها خلل في المجال. طيب بعد كده بقى طبعا عايزين نصلح الخلل ده، اجي اقب بالبندول بقى بدل ما هو فوق الاسم احطه فوق النقط اللي انا عملتها دي، واحرك البندول في اتجاه عقارب الساعة، وفي نفس الوقت بملى النقطة دي باللون الذهبي بأي وسيلة تخيل، سواء تخيلوا شعاع ليزر بيملى المنطقة او تقل ذهب او جبل ذهب ايا كان، المهم اللون الذهبي يبقى يملى النقطة دي، وكل نقطة انا علمتها اعمل فيها نفس الحكاية برضه، ومش هتفرق انا ببتدي من اي نقطة من النقاط اللي انا علمتها دي، وخلي البندول يلف مع عقارب الساعة مع اللون الذهبي، مع برضو ان انا ابقى محتفظ بالنية ان انا بعالج هذا الشخص. فهي ده ملخص الكلام اللي قلناه. في اي اسئلة عليها تاني يا جماعة؟ لا يا نار انا ما بتكلمش على الميريديانز، الميريديانز ده موضوع تاني خالص، بس هو بكل بساطة الميريديان ما احنا ممكن نعمله، يعني مش شرط ان انا امشي على، يعني السؤال هو قبل ما تدخل في المحاضرة ممكن نشرح الميريديان. الميريديان بكل بساطة هو مسار الطاقة. لو انا كتبت مثلا، انا بتكلم مثلا نقول على يعني الميريديان بتاع نقول الكبد مثلا، واروح راسم خط، الخط ده انا في نيتي في عقلي ان الخط ده ممثل لمجال الكبد او لميريديان الكبد، في له نقطة بداية وله نقطة نهاية، مش شرط يبقى هو زي ما هو في الجسم، واعمل بالبندول امشي فوقيه فوق الميريديان، لما الاقي نقطة معينة البندول بيلف عكس عقارب الساعة اخلي البندول يلف مع عقارب الساعة زي ما عملنا مع الصورة، ممكن اعمل مع الصورة او مع الميريديان، وممكن نعملها لو الشخص فعلا قدامي خليه مستلقي قدامي واعمل فوق الشخص بالبندول برضه. كيفية علاج مرض التوحد. ممكن تخيل الميريديان ذهنيا برضه، ممكن طبعا. بالنسبة لمرض التوحد ده إلى حد ما بيبقى مرض ممكن موجود في الجينات، فبدل ما بنستخدم الصورة اللي هي ممثلة لشكل الإنسان من الأمام والخلف، أستخدم اللي هي الخريطة الجينية اللي هي الجيناتيك ماب، وبرضو الأول بجيب ذبذبة الشخص وأمشي بالماركر أو القلم على الخريطة الجيناتيك ماب، لما الاقي نقطة في الجينات مش البندول بيلف عكس عقارب الساعة احركه في اتجاه عقارب الساعة، يبقى انا صلحت الخلل اللي موجود في الجين. عبده بيسأل علاج الادمان، نفس الشيء برضو، اكتب على ورقة علاج الادمان، طاقة علاج الادمان، وانقلها للشخص زي ما اتكلمنا على نقل الطاقات قبل كده. بالنسبة في نقطة تانية اللي هي مهمة بالنسبة بعد لما بنعمل علاج للخلل اللي موجود في المجال الكهرومغناطيسي، بعض الأشخاص بيحس بالفرق في لحظتها، بعض الأشخاص الآخرين ممكن يحس بالفرق بعديها بعشر دقايق، ممكن شخص آخر يحس بعديها بساعة، فمش شرط إنها تبقى الشخص اللي قدامنا يحس بالفايدة على طول، ممكن بتختلف من إنسان لآخر.
اه ممكن ناره من غير تحديد نوع الادمان ننقل الذبذبه الى الشخص المراد علاجه. صح ممكن، اه لان هو نوع الادمان بيبقى موجود في الذهن في النيه. احنا كل ده العقل الباطن هو اللي بيعمل يا جماعه، مش البندول. البندول ده حته حديده او خشبه او كريستاله او حجره. يعني زي ما قلنا قبل كده البندول تواصل مع العقل الباطن. وبعدين برضو حتة تانية، لما بعد لما بنصلح النقاط ده هي بعد كده واحنا والبندول على ذبذبة الشخص اجيبه فوق النقط دي اشوفه هيلف في اي اتجاه، هيلف مع عقارب الساعة يبقى النقط لسه سليمة اتصلحت. لو لقيته لافف عكس عقارب الساعة اعمل احركه انا في اتجاه عقارب الساعة واصلحه تاني. بعض الاحيان بنحتاج العملية تصليح مرة واتنين. ونقطة مهمة ان احنا ممكن لو انا عايز اعالج نفسي ان انا اكتب اسمي على ورقة واجيب ذبذبتي والصورة دي ابتدي اكشف على نفسي من راسي لرجلي من قدام ومن ورا. ممكن اكشف على الجينات بتاعتي بالجيناتك ماب برضو، ونفس اللي احنا عملناه مع الاخرين نعمله لنفسنا. الحاجة التانية اللي ممكن اضيفها يعني بدل الصورة اللي هي الممثلة للشخص من قدامه ومن ورا، ما انا ممكن اجيب كتاب اناتومي اللي هو اناتومي اللي هي علم التشريح. فالكتب دي موجودة يا اما في المكتبات او يعني انا اللي انا لقيته ان ارخص مكان ان احنا نشتري هذه الكتب اللي فيها صور الجسم كله، ده انا ممكن اوصل لدرجة الخلية الواحدة في الجسم، للسنان احدد اي سنة اللي فيها خلل. فالارخص مكان زي ما انا بقول نجيب الكتب دي مكتبات اللي تبقى ملازمة لكليات الطب في الجامعة. الى جانب استعمال الكتب ده، هي الكتب الاناتومي بتدينا دقة اكتر، الى جانب واحنا لما بنستعمل الكتاب بيزود علمنا في الجسم. فبنستفيد حاجتين، ان احنا بنبقى الدقة اكتر الى جانب ان احنا بنتعلم. بالنسبة لنارو بتقول معالجة النفس صعبة شوية. لا هي يعني هقولك حاجة يا نارو، مفيش حاجة صعبة، هي في انا اعرف او معرفش، لكن ما اصل اول لما تعرفي هتبقى سهلة. فازاي حولتيها من صعبة لسهلة؟ هتلاقي العامل المشترك هو المعرفة. في ناس كتير ما بتقدرش تعالج نفسها، وفي ناس بتقدر، في كده وفي كده. فكل الكلام اللي قلناه ده هوت على الإنسان ممكن نطبقه على الحيوان. لو حد عنده كلب أو قطة أو حيوان في مزرعة، بقرة أو جمل أو حصان أو أيا كان، أو على الطيور، يعني ممكن اروح انا راسم رسمه كده كروكي للحيوان، او يا اما اجيب رسمته من الانترنت واستعمل الرسمه دي على طول في العلاج. اجيب ذبذبه انا بعالج مثلا الحصان، هذا الحصان اكتب هذا الحصان واجيب ذبذبته وامشي بالبندول على الرسمه لغايه لما ارى اماكن الخلل واعالجها بنفس الطريقه اللي انا عالجت بيها الانسان. فتوازن الطاقه بينفع في مع الإنسان ومع الحيوان. وأيضا مع النبات برضه. بينفع في علاج النباتات برضه. أجيب رسمة للنبات مثلا من خلايا النبات، يعني الرسومات، يعني الرسومات والفيجرز كلها موجودة على النت.
او يا اما لو مش لاقي رسمه معينه عجباني اعمل رسمه ممثله للشجره او للزرعه واعمل عليها توازن الطاقه. لا يا نارو، انا ما بتكلمش على موضوع الشاكرات، لان لو عملت الطريقه اللي انا بتكلم عليها دي الشاكرات بتتنظف اوتوماتيك تلقائي. فموضوع الشاكرات ده موضوع تاني، انا قريت فيه كتير، ولكن لقيت ان توازن الطاقة اسهل بكتير قوي ان انا اخش شاكرا شاكرا وسبع شاكرات، وكل شاكرا اشوف اللون بتاعها واللون بتاعها ده اي عضو، ويعني شغلانة واللون فيها زايد ولا ناقص، يعني موضوع طويل شوية، لقيت انه بياخد وقت، فعشان كده ما بستعملوش. سؤال عبده، هل يمكن توجيه طاقة قاتلة للبكتيريا الضارة المسببة للأمراض؟ يعني بدل ما الواحد يبقى بيستخدم ألفاظ قاتلة وضارة، يعني الأفضل إن أنا أستخدم كلمات يعني أقل حدة شوية، التخلص طاقة التخلص من البكتيريا. تموت او تمشي بقى، المهم تمشي من عندي وخلاص. وبيساعد ان انا اكتب صحيا في اخر الكلام. يا خدت بالك يا عبده، خلي الموضوع بسيط وسهل. في بعضكم ممكن يكون قرا او عرف على موضوع الحريه النفسيه او اللي هي الاي اف تي او الريفلكسولوجي. الريفلكسولوجي اللي هي بيعتمد على ان الجسم الانسان كله ممثل في الايد او القدم. احنا قلنا ان كل العلاجات المختلفه دي كلها بتنبع من عقلنا الباطن ومن نيتنا، مش من البندول ولا من النقط دي ولا من اي حاجة تانية، من نفسنا احنا بتنبع مننا. فممكن ان احنا برضو لو انا مقتنع ان النقط دي اللي هي بتاعت الريفلكسولوجي او بتاعت الاي اف تي، بدل ما اقعد اعمل لها تابينج او اخبط عليها، ما انا ممكن اعالج بالنقاط دي. لو انا مقتنع ان النقطة دي بتاعت الصداع وهي اللي بتعمل اللي لو انا عالجتها هتعالج الصداع، طيب انا اوزن الطاقه في النقطه دي، اجيب البندول فوقيها واخليه يلف مع عقارب الساعه مع رش اللون الذهبي. يعني عندنا طرق كتير، يا اما نستخدم الرسمه دي او استخدم الميريديانز او استخدم نقط الريفلكسولوجي او نقط اللي هي موجوده في التابينج اللي هو الحريه النفسيه. بالظبط يا نارو، استعمال البندول اسهل، بس انا ما بحبش ان انا احدد اي شخص منكم بطريقه محدده. كل واحد يستخدم الطريقه اللي اقرب لنفسه ولقلبه، لان زي ما بقول هي نبع من العقل، والعقل هو القلب، والقلب هو العقل. فكل لما تكون الطريقه قريبه من نفسي انا ومن روحي بتبقى اقوى. هنبص نلاقي تواصل الطاقة وتوازن الطاقة بيحصل أسرع ويجيب نتائج أسرع، والمريض بيبقى مش مصدق نفسه، ولا وحتى انتوا لما هتعالجوا حد مش هتصدقوا، هتنبهروا من كل مرة بتعالجوا فيها شخص. فزي ما انا بقول يعني ممكن نستخدم يا اما نقط الريفلكسولوجي، نقط الاي اف تي، اي طرق يا جماعه، الميريديانز، كل الشاكرات، يعني الطريقه اللي انتم مستريحين لها. في ناس يعني بتبقى مستريحه الموضوع الشاكرا ده بيبقى داخل دماغهم قوي، خلاص يشتغل بيها، يعني ياخد موضوع من عندي توازن الطاقه ويستخدم الشاكرات ويستعمل البندول في الكشف على الشكل.
يعني انا مش بحددكم بطريقة معينة، كل واحد يتعامل بالطريقة اللي تعجبه يا جماعة، لان في الحالة دي فعلا بتبقى اقوى. في اي اسئلة طيب يا جماعة على الكلام اللي قلناه لغاية دلوقتي؟ اتفضل يا ذكر. ممكن يتغير طول الخيط في كل مرة عند استعماله؟ ممكن طبعا. شكرا يا حسام. في اي اسئلة على الكلام اللي قلناه؟ مجال مجال المكان برضو، ما انا ممكن يكون قدامي، احنا كلنا مثلا لو ساكنين في شقة او في بيت او في مكان او مكان عمل، ممكن في الحالة دهيت ان انا بيبقى بدل ما هي احنا استخدمنا للانسان ايه، رسمة ممثلة للجسم من قدام ورسمة ممثلة للجسم من ورا، او كتاب علم التشريح اللي هو الاناتومي، فانا ممكن اجيب رسمة للمكان، ارسم الاوض والحمام والمطبخ والصالة واماكن الشقة كلها، رسمة الشقة ارسمها كده، مش لازم بدقة، ارسم المكان على يعني ابقى عارف رسمة المكان، واكتب على احنا هنا بنشتغل على مثلا لو انا بشتغل على شقتي انا، اروح كاتب شقة فريد خطاب او مكان سكن فلان الفلاني، وعندي الرسمة، واكشف بالبندول، امشي على البندول برضو بالراحة زي ما عملنا مع جسم الانسان، نمشي على الخريطة اللي هي ممثلة للمكان، لو لقيت في مجال غلط او مش مظبوط في المكان اظبطه ازاي، ان انا برضو اخلي البندول يلف مع عقارب الساعة مع ضخ اللون الذهبي. هل كده اجبت على سؤالك يا عبده؟ طيب الاول نرد على في سؤال نارو بتقول كيف كل شيء وذبذبته، هل ده سؤال؟ انا مش فاهم السؤال. العفو. ذكرى بتقول عادي يصبح الفرق 2 سنتيمتر مثلا في الطول. اه ممكن طبعا يفرق، ما هي الفكره كلها يا ذكرى هو في العقل الباطن مش في البندول. اه طيب يا نار. طيب سؤال عبده، كيفيه البحث عن طفل تايه؟ عملية سهلة برضو، ان انا بجيب بكتب اسم الطفل، بجيب ذبذبته، وبالتالي بدل ما بستخدم خريطة الجسم بستخدم خريطة الاول، يا اما المدينة او الشارع او البلد، يعني ابتدي يعني عايزك يعني اجيب خريطة للشوارع وامشي عليها بالبندول. سبحان الله، فعلا احنا لما نقول سبحان الله من هنا الى ما شاء الله لن نوفي ربنا حقه، فعلا سبحان الله. يعني في حكاية بستخدم البندول والخريطة، هتيجي عند مرحلة معينة هتلاقي الطفل البندول بيلف مع عقارب الساعة، يبقى الطفل في الحتة دي. ممكن تبتدي انك تقسم الاول المدينة الى احياء وتعرف من الحي، بعد الحي توصل لمنطقة تكبر الحي اللي انت بندول ادالك دلالة عليه، تحط شوارع رئيسية، عرفت مربع معين تكبر المربع ده.
طاهر بيسأل طريقة تحديد ذبذبة المكان. برضو ما انا بكتب اسم المكان، بكتب ما هو يعني ايه هو المكان، بكتب اسمه، هل هو شارع، هل هو محل، هل هو منزل، هل هو مكتب، بكتبه. وبعدين بالبندول افضل انزل لغاية لما اجيب الذبذبة بتاعت المكان ده. العفو يا طاهر. ممكن يا عبده، كل حاجة ممكن، مفيش حاجة اسمها مش ممكن. سؤال عبده بيقول هل ممكن أعرف الرقم القومي لشخص بالبندول؟ اه ممكن طبعا. ازاي؟ حاضر. ما انت ممكن الأرقام كلها من صفر لتسعة، ممكن تمشي بالبندول الأول. أنا نيتك واضحة، أنت عايز تظبط، عايز تعمل إيه؟ عايز بتجيب ذبذبة الرقم، تكتب الرقم القومي لفلان وتجيب ذبذبته. لما بتجيب الذبذبة تمسك قلم فوق الأرقام، وأنت هتمشي الأول بتحدد في نيتك أنت عايز الأرقام من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين؟ من الشمال لليمين او من اليمين للشمال. وتبتدي تمشي اول رقم، هتبص تلاقي عند رقم معين هيبتدي يلف مع عقارب الساعه، يبقى ده اول رقم تروح كاتبه. بعد كده طيب انا في نيتي دلوقتي تاني رقم، امشي بالتاني بالالي فوق الارقام تاني، هبص الاقيه يلف مع عقارب الساعه فوق الرقم التاني، اروح مضيفه اضيفه للرقم الاولاني، وهكذا لغايه لما اكمل الرقم كله. سؤال نارو تنقصنا، او كلام نارو تنقصنا الافكار لاستعمال البندول. لا هي مش تنقصنا، هي ما نعرفهاش. الله يخليك يا عبد، شكرا. الافكار كتير جدا، وبعدين زي ما بيقولوا الحاجة ام الاختراع. فلو انا بصيت حواليا، طب انا عايز اعمل ايه؟ ايه اللي انا عايز اعمله؟ ما لازم يبقى قدامي هدف. أول لما الهدف بيتحدد العقل بيوصلنا للطريقة إن أنا أعملها إزاي. دي أبسط وسيلة. بداية الأفكار بتيجي من الأسئلة. يعني لما بتيجي مثلا بتتعاملي مع حد معين يبتدي يسألك أسئلة، تبتدي تفكري وتردي على السؤال. طاهر بيسأل استخدام البندول لشحن الماء بالطاقة ممكن؟ أيوة هو ده اللي احنا بنعمله. لما اتكلمنا على موضوع نقل الطاقات قبل كده اللي هي نقل طاقة ماء زمزم، بكتب على ورقة طاقة ماء زمزم وأعرف ذبذبتها، وبعدين البندول على الذبذبة دي أروح جاي فوق المنابع المية اللي داخله المكان عندي، والف في البندول مع اتجاه عقارب الساعه على وهو مظبوط على الذبذبه دي. في الحاله دي انا نقلت طاقه ميه زمزم للميه اللي عندي في البيت. سؤال تاني من عبده، هل ممكن معرفه مواصفات او اسم قاتل او سارق؟ ممكن. الاسم هتستخدم الحروف بدل الارقام في الرقم القومي. المواصفات ما انت لازم يبقى عندك حاجات محدده، طويل رفيع، نوع الشعر، لون الشعر، لون العين، يبقى عندك كل المواصفات دي وبتمشي زي ما بيعملوا في المواضيع الجنائيه، يقعد يركب بالكمبيوتر العينين والشعر والبق والمناخير وكده. لازم يبقى عندك كل ده وتبتدي تستعمل البندول. العفو. في اي اسئله اخرى يا جماعه؟ طيب في نقطه خطرت على بالي الاسبوع ده هوت، او يعني
الله يخليك يا نريمان، شكرا، بارك الله فيك، الشرح واضح وممتاز، شكرا يا نريمان وبارك فيك. انتوا طبعا كلكم عارفين موضوع الحجامة مش كده، اللي هو يعني بيشرطوا الجلد عشان الدم ينزل منه، فبالنسبة للحجامة احنا لو اخدنا بالنا ان احنا بنعمل الحجامة لنفسنا او بتتعمل فينا تلقائي، بمعنى ان انت ممكن او الكابينج، ممكن يعني ممكن ان انا وانا ماشي اروح خابط ايدي في حاجة اتعور، الدم بينزل، ما دي حجامة. ممكن وانا ماسك السكينة وبعمل سلطة او بعمل اي حاجة اعور نفسي، ما دي برضو نوع من الحجامة. يعني قصدي يعني لولا ان في احتياج لهذا الموضوع ما كانش حصل، هو مش يعني ما فيش حاجة بتحصل حادثة او يعني ما فيش حاجة بدون سبب، كل حاجة ليها سبب. فممكن ده يكون من ضمن الاسباب ان انا بعمل، لما بينزل الدم بيخفف الضغط في الشريان، بيتخلص ممكن في حاجة مش كويسة في الدم في المنطقة دي، فلما الدم بينزف حتى لو كمية صغيرة يبقى طلع الحاجة اللي مضرة في الدم. ممكن زي ما بنسميها مثلا ايه، حاجة كأنها تنفيس، في ضغط وانا عملت فتحت الريليز فالف، فانا بنظر للحاجات اللي بتحصل دي، لان وانا معدي مثلا مره رحت خابط، خبطت ايدي في قطعه من العفش فيها حته حليه حديد فعورتني فدم نزل، قلت الحمد لله خلاص. بعد كده جات لي الفكره انها ممكن دي تكون نوع من الحجامه الطبيعيه اللي ربنا بيسببها لنا علشان فيها فايده لينا. فزي ما بقول مفيش حاجة بتحصل صدفة أو حادثة أو كده، لا، ليها هدف. سؤال عبده، ممكن نعرف بالبندول الأماكن اللي احنا محتاجين حجامة عليه؟ طب مادام بتحصل طبيعي يا عبده، أنت عايز تعملها ليه؟ ممكن طبعا يا عبده، ممكن لو أنت بتعرف تعمل الحجامة بعد. طب ما بعد لما تعرف الاماكن هتعمل ايه؟ هتروح تخبط ايدك؟ ممكن طبعا يا عبد، ممكن نعمل كل الحاجات دي كلها. ممكن كل حاجة ممكن يا نار. فهي الفكرة كلها ان زي ما بقول مفيش حاجة بتحصل بدون سبب، ممكن انا ما اعرفش السبب لكن مع إيماني إنها ما بتحصل، يعني إنها بتحصل لمصلحتي، يبقى تقبلها، ما عدش متذمر وزعلان قوي. يعني أيا كان عمرنا، يعني أنا متأكد الأعمار بتتفاوت هنا من الشباب للشباب الأصغر اللي هم بيعدوا 60 اللي زي حالاتي يعني. فكلنا مرينا بحاجات في حياتنا ممكن يبقى ظاهرها مش حلو، ولكن بعد لما بيعدي سنة واثنين وثلاثة على هذا الحدث نكتشف ان هذا الحدث اللي ما كانش عاجبني وقتها حدث فعلا افادني، ان انا استفدت منه وكان ضروري جدا. شكرا يا نارو، الله يخليك. الأفكار اللي أنا بقولها دي بتساعد على برضو الصفاء النفسي ونقاء الروح. والرضا، فدي كلها نقاط مهمة جدا. هو عبده بيقول يجب أن يتقبل الإنسان نفسه والأحداث، لا هو مش يجب، هو كل واحد حر، ممكن واحد يتقبل واحد لا. هو من المستحسن، لأن سواء عجبنا أو ما عجبناش
هتحصل. نارو بتسأل فكرة الشباب كيف نعمل. يعني انا اقول لكم، انا من حوالي نقدر نقول مثلا 3 اشهر خطرت على بالي الفكرة ان انا اظبط الذبذبة بتاعتي انا شخصيا على سن 21. وطريقة التفكير انا وصلت ليها دي ازاي؟ لان العمليات البيولوجية في الجسم بتبقى يعني احسن في سن 21 عن ما هي في سن 62. فخلاص، ما انا ممكن اجيب ايه، اكتب برضه على ورقة طاقة سن 21 واجيب الذبذبة دي بالبندول واروح ناقلها لنفسي على ايدي التانية، مع الاحتفاظ بالنية يا جماعة. يعني البندول ما هو إلا وسيلة، بغض النظر عن الشكل. معروف إن الإنسان لما بيكبر في السن بيحصل نوع من التجاعيد، سواء على نواحي العين أو في الرقبة أو في الحاجات دي كلها. الشكل ده شكل ظاهري، لكن المهم اللي هو فعليا داخل الجسم. فكل واحد فيكم يظبط الطاقة بتاعته على العمر اللي هو يعتقد ان هو مناسب له. ولو حد فيكم لسه مازال في عمر العشرينات او عايز يحتفظ بهذا العمر، يحتفظ بيه برضو بنقل الطاقة، نقل طاقة هذا العمر لنفسه. حصل انه لما عدت كام سنة حب يغير من العمر ده لعمر اصغر او عمر اكبر، يغيرها. ممكن طبعا. نارو بتسأل، نسأل عن الشكل، ممكن نعمل طاقة الشباب؟ ممكن طبعا. وكله هتلاقيه يعني كل ده بيندرج تحت توازن الطاقة. عشان كده زي ما قلت أنا في الأول، توازن الطاقة هو أسهل وأيسر وسيلة للتعامل مع الأمراض، سواء اللي بتصيبنا او اللي بتصيب غيرنا. ولو فكرنا، لو اخدنا بالنا من الكشف والعلاج، ما بياخدش بالكتير 10 دقائق. يعني غير بقى يا جماعة يعني ممكن بالكشف والعلاج بالطريقة دي بياخد 10 دقايق، لكن بعد كده المرحلة اللي بعد كده بنتعامل بكله بالعقل، بالبندول الافتراضي virtual pendulum. ان انا ممكن ما استخدمش الورقة دي، ممكن بداية استخدم كأن البندول في عقلي وبتخيل ان الرسمة دي برضو قدامي ومشي البندول على الرسمة دي هبص ايه، او اتخيل جسم الشخص نفسه قدامي واتعامل. يعني انا بالنسبة لي بس اقول لكم انا بعمل ايه. انا لما باجي بعالج شخص معين بتخيل ان الشخص ده قدامي بالعقل، انه قدامي، وقلت لنفسي انا عايز لما يبقى فيه خلل في منطقة في المجال ان انا اشوف الخلل ده هوت كأنه لمبة بتنور وتطفي. انا قلت لون الاحمر كأنه دلالة على وجود خلل في المنطقة دي. لما بلاقي خلل في المنطقة دي برضو بالعقل اروح ارش على المنطقة دي اللون الذهبي، واللون الذهبي ده بيلف مع عقارب الساعة. ممكن اتخيل البندول، اتخيل شعاع ليزر ذهبي، ايا كان. المهم في الموضوع كله النية. سؤال نارو، لحد الآن لم أتمكن من استحضار البندول الافتراضي في ذهني. لما هتكوني جاهزة يا نارو هيحصل تلقائي. ما يعني، وممكن هتلاقي، افضلي جربي، حاولي مرة من المرات هتلاقي حصل.
طيب الصوت كده احسن. سؤال عبده، هل يوجد تمارين لتنمية البندول الافتراضي؟ التمرين الوحيد اللي انا ممكن افكر فيه اللي هو اتخيل البندول فعلا في دماغي واستعمله. لان احنا لما بنستخدم البندول الافتراضي ما بقعدش ادور على الذبذبه وطول الخيط، لانها بتبقى تلقائي بقى بتحصل، مش محتاجه دي، او حتى لو هعملها تتعمل في جزء من الثانيه. لان ما تنساش يا عبده احنا هنا بنتكلم على العقل الباطن هو اللي بيعمل مش البندول، فهو البندول الافتراضي هو العقل الباطن. صحيح الموضوع بالعكس، يعني هو العقل الباطن هو اللي بيعمل الحاجه مش البندول. البندول ما هو الا وسيله لترجمه اللي بيعمله العقل الباطن عشان العين تشوفه والحواس تحس بيه. لا اقصد طريقه الورقه والالوان. لا ما هي بص يعني طريقة الورقة والألوان ما هي إلا لعمل عملية التواصل، لكن الألوان والورقة في حد ذاتها مش هم دول. هي الفكرة كلها أنت بتحاول تعمل تواصل مع عقلك الباطن. والله لو نجحت فيه من غير الورقة والألوان ونجحت فعلا فيه خلاص. لأن هي الفكرة كلها في طريقة الورقة والألوان دي اللي في الأول، زي ما قلت هتلاقوني أنا كررتها كتير جدا. سبب تكراري ليها إنها مهمة جدا، مهمة جدا من ناحية إيه؟ إنها بتفتح آفاق لا حدود لها. وزي ما قلت الموضوع ده هو معايا انا اخد اسبوعين من المحاولات اليومية ومحاولات كتير جدا كل يوم. في ناس بتنجح معاها على طول وفي ناس بتاخد وقت، لكن بعد لما فعلا بتوصل لهذا التواصل بينك وبين العقل الباطن بيبقى الموضوع بياخد بعد تاني خالص، بعد خرافي. بتحس ان انت اتنقلت، كأنك اتنقلت من عالم لعالم. اي اسئلة اخرى يا جماعة؟ يعني انا تقريبا خلصت كل الكلام الجديد اللي انا عايز اقوله يعني. فلو في اي اسئله عندكم انا موجود واي حاجه تحت امركم يعني. شكرا يا نريمان، بارك الله فيك. فهي الفكره كلها زي ما بقول يا جماعه، انتوا بتسمعوا انا بقول ايه وتسمعوا الاخرين بيقول ايه، واستفتوا قلبكم، شوفوا ايه الاقرب ليكم، والاقرب ليكوا هو اللي تمشوا عليه. خد مثلا من توازن الطاقه الجزء اللي يعجبك وضيف اليه جزء من الريكي، وضيف له جزء تاني من الميريديانز، وجزء تاني من الشاكرات، وجزء تاني من الريفلكسولوجي. يعني جمع واعمل التوليفه بتاعت كل واحد فيكو ممكن يعمل طريقه بتاعته، طريقه خاصه بيه. انا استاذي اللي علمني بهذه الطريقة، ان هو ما قاليش حاجات محددة. ابتدينا الاول بموضوع تمرين الالوان، بعد ما عدينا دي خلاص بقى العملية خلصت خلاص، لان حصل التواصل مع العقل الباطن، مع الثقة، الثقة في ان عقل الباطن صح. يعني احيانا كتيرة مثلا انا بدور على سلعة معينة،
فبدل ما اقعد انزل ادور عليها فعليا واروح من محل للتاني، انا ببالي مثلا 5 محلات هعدي عليهم، فانا قاعد قبل ما انزل اسال هل الحاجه موجوده في المحل دي، ويجي لي الرد نعم او لا. احيان كتيره الواحد مخ الواحد بيزرجن، او يعني بيبقى عايز يمشي عكس اللي اتقاله، فاللي بيحصل ان انا بروح والبدول يكون قال لي لا، او عقلي الباطن قال لي لا، اروح فعلا ما الاقيش الحاجه هناك. فحتى لو حصل لكم هذا الموضوع مع الوقت وتلاقي انك بتضيع وقت فعلا، هتبتدي تثق في عقلك الباطن. العفو يا طاهر، الله يخليك. مش شرط يا جماعة أسئلة على المحاضرة دي، ممكن أسئلة على محاضرات قبل كده، أو أي أسئلة ليها علاقة بالعلاج. عبده بيقول البعوض، ماذا تعني بالبعوض؟ انا عارف البعوض هو الناموس يعني، بس ايه السؤال يعني عايز تعمل بيه؟ ايوه ممكن يا عبده، ممكن. انا عملت دي مع النمل. طب ارد على عبده يا جماعه قبل ما ابتدي اتطرق لاسئله نارو وطاهر. انا هقول لك حاجه، يعني مثلا الكلام ده حصل وانا في امريكا، بصيت ليه لقيت في نمل ابتدى يخش جوه الشقه او البيت، مش فاكر يعني، كان من زمان الكلام ده. عملتها ازاي؟ ان انا عملت مجال حول المنزل، وهذا المجال يطرد النمل. فالمجال اللي انا حطيته ده بالافتراض بالتخيل، حطيت كده كأني حطيت بالون او حطيت البيت كله جوه بيضة كبيرة، وهي دي حماية للبيت من البعوض ما يجيش، او انا عملتها بالنسبة للنمل. وفعلا النمل اختفى لمدة اسبوعين. فممكن تعمل نفس الشيء بالنسبة للناموس برضو. سؤال نارو، أنا عندي آلام في أعلى الحوض من الجهة اليسرى، كيف أعالجه؟ ما احنا قلنا نارو انت هتعملي، ممكن تستعملي الورقة. الأول لازم تعرفي الخلل في المجال فين، أصل ممكن الخلل في المجال مش في انت الألم في منطقة الحوض، لكن الخلل في المجال فين حته. تكشفي بالبندول على الصوره الممثله لجسمك، وتعرفي لما تلاقي البندول بيلف عكس عقارب الساعه تخليه يلف مع عقارب الساعه. بالنسبة عبده بيقول اللي حصل بعد اسبوعين رجع النمل تاني، رحت جددت المجال تاني. واحيانا افتكر اعمل الطريقة دي، واحيانا اروح راشش شوية فلفل او كمون وابعد النمل. لكن لو انت عملت موضوع المجال ده دلوقتي على الناموس، هتبص تلاقي يعني
ممكن بكل بساطة تكتب الطاقة الطاردة للناموس أو للبعوض وتروح ناقل الطاقة دي للمكان عندك، هيمشي. سؤال طاهر، العين والحسد يعتبر خلل في الطاقة، ممكن علاجه بالبندول؟ هي بص انا هقول لك حاجة يا طاهر، يعني بدل ما نخش في موضوع العين والحسد، انا بكشف على المجال، لقيت في خلل في المجال بصلحه، سببه بقى عين ولا حسد مش مهم. العين والحسد معروف، نقرا المعوذتين بدون الدخول في اسباب. يعني فهي دلوقتي احنا ممكن اي حد عنده مشكلة يحب ان انا اعالجه فيها يقول لي، هل نارو عايزاني اعمل لك علاج للمنطقة دي او لهذا الالم؟ حاضر. ولو حد تاني يفكر لو في اي حاجة انا تحت امركم. ها اخبار الالم ايه نارو دلوقتي؟ لسه حاضر. خلي الباب مفتوح يا نارو، قصدي يعني تقبلي الموضوع من قلبك. ودلوقتي يا نارو شكرا يا ذكر. بالنسبة لنريمان، طب الحمد لله يا نارو، شوية شوية هتبص ليها فكت خالص إن شاء الله. ها اخبارك ايه يا نريمان دلوقتي؟ احسن. العفو يا نريمان. ذكرى حاضر يا ذكرى. الله اكبر يا نريمان، دايما ان شاء الله. بالنسبة لذكرى، طب الله أكبر يا نارو، شكرا كده فرحتيني. ايه الاخبار يا ذكر؟ طب الحمد لله. بصوا يا جماعة، يعني انا يعني هقول لكم بس انا عملت ايه دلوقتي، علشان برضو ادي لكم نوع من يعني هو ده بالظبط اللي انا اتكلمت عليه من الاول، بس استخدمت اللي هي التابينج بوينتس اللي في الرسمه اللي قلت عليها، اللي هي النقط اللي عند في الجبهه والعينين والمش عارف ايه، الكام نقطه دول بتوع التابينج بوينتس، بملاهم باللون الذهبي في الاول
وبعدين بأبحث على الكشف، بكشف على شوف مجال الخلل في المجال فين وبعمله. يعني شفته ما خدتش ثواني، فبقول لكم عشان كده فعلا الطريقة دي فعلا طريقة خطيرة جدا. الحاجة التانية، النقطة التانية اللي أحيانا بعملها أو بألجأ ليها زي ما حصل مع نار ومش من أول مرة، تاني مرة عملت إيه؟ طب الحمد لله يا نار، ادعي لي بقى دعوة حلوة. النقطة التانية، كلنا عارفين إن بيبقى فيه مركز تحكم، أيا كان بقى مركز التحكم ده فين. أنا بتخيل علينا جميعا يا نريمان، شكرا. بتخيل ان مثلا ممكن مركز التحكم ده في المخ، ممكن شخص تاني يتخيله في اي حتة. فبتخيل وانا بعالج، بتخيل ان في مركز تحكم، وبقول انا عايز اشوف النقطة اللي هي تعالج لي المنطقة اللي فيها الالم من مركز التحكم، ببقى عرفت مكان الخلل في المجال زائد النقطة اللي في مركز التحكم، واربط النقطتين دول بالتخيل واعالجهم ان انا احط فيهم اللون الذهبي، واللون الذهبي ده بيلف مع قارب الساعة. فدي فكرة تانية برضو اللي هي مركز التحكم، خلوها ببالكم. يعني دي كلها افكار بتيجي للواحد من الشغل ومن علاج الناس ومن الاسئلة، بتبص تلاقي حاجات بتتفتح لينا. بالنسبة لمركز التحكم، حاضر هعيدها تاني، موضوع مركز التحكم. يعني انا كلنا نعلم ان كل شيء في الدنيا له مركز تحكم، فانا بتخيل ان مركز التحكم مثلا، نقول مثلا بتاع نارو، انا عارف اي مركز تحكم بتعامل معالج اي حد في الدماغ فوق، بغض النظر عن المخ او الشعر، هي موجود في المنطقة اللي فوق، وببحث على النقطة اللي ممكن اعالجها وتعالج لي السبب اللي مسبب الخلل في المجال، او السبب اللي مسبب العرض. ففي الحالة دي في نفس الوقت انا عرفت النقطة في المجال فين، وفي نفس الوقت عرفت النقطة اللي في مركز التحكم في الجسم، مركز تحكم بالنسبة للتحكم في الجسم يعني. فكده عندي نقطتين اوصلهم برضو في العقل، واغطي النقطتين باللون الذهبي، واللون الذهبي ده بيلف مع عقارب الساعة. هل وضحت كده؟ العفو يا ذكر. فهي يعني الأسئلة بتاعتكم بتخلي حاجات معينة تطلع، أنا مثلا ما كنتش هقول النقطة دي، أو يعني فهي طبعا الأسئلة بتاعتكم بتفيدنا كلنا. مفيش حاجة صعبة يا ذكرى، مستعمليش الكلمة دي، الغي الكلمة دي من القاموس بتاعك. شكرا يا نار، وفيكي كمان. حاضر بالنسبة لحسام، حاضر. عملت لحسام، أرجو أن يكون أحسن. شكرا يا جماعة على دعواتكم الجميلة.
الحمد لله. انا ريمان. يا ناريمان ده فتح من ربنا الحمد لله. فلما يعني ازود نقطة بقى على موضوع الـ مركز التحكم ده، انا قلت انا بتخيل ان مركز التحكم ده في الرأس في الدماغ من فوق، وببقى فارد كف ايدي كأني حاططها فوق رأس الشخص يعني. شكرا يا ذكر. يعني عارفين كأن الواحد مثلا يعني ببقى فاتح، ببقى فاتح الصوابع وببص الاقي تلقائي صباع من الخمسة بينزل لمنطقة معينة، يبقى هي دي النقطة. ممكن احرك ايدي كأني ايه بلف على الراس، ابص الاقي في حتة معينة صباع معين نزل، يبقى هي النقطة دي، بربطها مع النقطة اللي هي الخلل في المجال وبعالج النقطتين مع بعض. ودي زي ما بقول يا جماعة دي كلها أفكار، فالأفكار كلها بتساعد إن أنتوا يعني أنتوا المفروض تطلعوا بأفكار أكتر من اللي أنا بقولها. شكرا يا ذكر. اي اسئلة، اي حد في حاجة بتوجعه عايز نعالجها اهلا بيكم. العفو يا حسام. ذكرى بتقول هو كل زي ما قلت هي في العقل اللاواعي. صح، وبين خلي بالك احنا بنوصل للعقل اللاواعي بالعقل الواعي، يعني هما الصريحة الصراحة يعني هما الاتنين واحد، التقسيمة دي يعني ما هيش فير قوي يعني. لا لا ولا يهمك يا حسام، مفيش اعتذار بينا وبين بعض يعني. ده انت بتبالغي يا نريمان، الله يعطيك الصحة يعطينا جميعا ويفتح عليك من أروع المحاضرات وأكثرها فائدة. الله يخليك يا نريمان وذكر. أني طريقة يا أماني؟ أي طريقة تقصدي؟ هذا علاج من الأول يعني خالص؟ الله يخليك يا نريمان شكرا. حاضر حاضر اوكي يا اماني. طيب تلخيص سريع يا جماعه للكلام اللي قلناه، هي بكل بساطه احنا عايزين نكون في مرحله الالفا او الثيتا. بنوصل لمرحله الالفا والثيتا ازاي؟ ممكن كده بان انا اقعد هادي ما بفكرش في حاجة معينة غير ان انا برتقي، انا بتخيل ان انا بطلع لفوق بروحي بنفسي مش بجسمي يعني. اتخيل الموج، موج البحر بيجي بيملاني بالنور وبالصفاء والنقاء، وهو بيملاني بهذه السعادة والنور، والموج بينحسر بياخد معاه كل حاجة بتضرني سواء عارفها او مش عارفها. الحمد لله ذكرى شكرا. فلما بنعمل التمرين ده بتاع او تخيل موج البحر بيساعدني ان انا اوصل لمرحله الالف. طيب بعد كده انا هتكلم يعني هنكشف. بالنسبه للكشف
لو انا بكشف على شخص معين او على نفسي، بكتب اسم هذا الشخص على ورقة، وبالبندول بحصل بفضل يعني احط اخلي البندول الاول الخيط كله في راحة اليد وانزله شوية شوية لغاية لما الاقي ان البندول بيلف مع قرب الساعة، يبقى دي ذبذبة الشخص اللي انا هعالجه قصادي. يا اما الشخص فعليا قدامي مثلا مستلقي على كنبة او على سرير او على الارض، او الورقة الممثلة للشخص اللي فيها جسم الانسان من قدام وجسم الانسان من الخلف، وامشي بالقلم والماركر. انا البندول مخليه فوق اسم الشخص وبيلف مع عقارب الساعة، لما وانا بكشف على الشخص من راسه لغاية رجله، هيجي في نقط معينة هيلف عكس عقارب الساعة. لما يلف عكس عقارب الساعة يبقى في المنطقة دي خلل في المجال الكهرومغناطيسي. أكمل الكشف ممكن ألاقي نقطة نقطتين 10 نقط أيا كان الشخص، على حسب نقط الخلل اللي في مجال الشخص ده، وأكرر نفس الشيء على الصورة اللي هي من الخلف. أو ممكن أستخدم كتاب علم التشريح أو كتاب الأناتومي. لما أنا حددت النقاط دهيت، اجي بعد كده بعد عملنا خلصنا الكشف. طيب بعد الكشف بيبقى فيه العلاج. العلاج ان انا ابقى في مرحلة الالفا، وان انا عندي نية العلاج ومساعدة هذا الشخص، وامشي بقى بالبندول. البندول كان في الاول اثناء الكشف فوق الاسم، بعد كده والبندول عند نفس طول الخيط او نفس الذبذبة اجيبه فوق النقط اللي هي ممثلة للخلل في المجال. وبالعقل يعني مش بالعقل، بإيدي أحرك البندول، أخلي البندول يلف مع عقارب الساعة فوق النقط دي. الوقت اللي أنا أخليه يلف دي طبقا لكل واحد بقى وقناعته، مش هتفرق كتير، 5 ثواني 10 ثواني 30 ثانية زي ما تحتاج. وأعمل كده على كل نقطة أنا أصلا علمتها. بعد كده بعد لما انا صلحت كل النقط دي، ارجع تاني ارجع البندول فوق اسم الشخص واكشف على النقط، او بالبندول فوق النقط دي اشوفه هيلف ايه. محركوش بقى، انا وانا بعالج انا اللي بلففه في اتجاه عقارب الساعة مع رش اللون الذهبي. بعد كده بقى وانا بعمل تشيك على او بكشف على العلاج اللي انا عملته، اجي عند النقط دي اشوف البندول هيلف. لو لف مع عقارب الساعة يبقى النقط اتصلحت والخلل في المجال اتصلح. لو لقيته لف عكس عقارب الساعة اصلحه تاني بكل بساطة. يعني سؤال نارو، ممكن تعالج سرطان الدم عن طريق ارسال الطاقة؟ ممكن يا نارو. هل في أسئلة يا جماعة؟ شكرا يا حسام. حاضر يا ذكرى، ممكن تبعت لي طاقة التنحيف؟ حاضر. بالنسبة لسؤال ذكرى، أنا عملت اللي هو ارسال طاقة التنحيف لذكرى ازاي؟ برضو انا بعمل الكلام ده كله بالبندول الافتراضي، يعني بالعقل، يعني على طول مش بحتاجش البندول. الاول النقط اللي هي قلنا اللي هي في الرسمة الاولانية اللي هي بتاعت تابينج بوينتس،
بخلي النقط دي تبقى منورة باللون الذهبي، وبعدين بغطيها. هي النية بتاعتها ايه؟ التنحيف، انها تنحف، واروح مغطيها كلها باللون الذهبي، وخلي اللون الذهبي بيلف مع عقارب الساعة كأن في دش فوقيها كده بينقط عليها لون ذهبي، والنقط دي عمالة تلف مع عقارب الساعة كلها. فهي يعني نارو كانت بتسأل هنا، وانا قلت لها نعم ممكن، اللي هو علاج السرطان الدم. ما هي هنا يا جماعة يعني مسمى المرض في العلاج بتوازن الطاقة الى حد ما ملوش قيمة، لان انا بعالج المجال. لما بعالج المجال، جهاز الشفاء الذاتي اللي هو ربنا حطه جوانا هو اللي بيشتغل، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ وإذا مرضت فهو يشفيه. خلاص، موضوع يعني موضوع محسوم يعني. فطبعا ربنا زي ما قلت قبل كده، مش ربنا مش قاعد على الكمبيوتر حد عيد يدوس على الزرار ده أو الكيبورد والكلام ده كله. ربنا حط نظام للجسم بتاعنا ممثل في جهاز الشفاء الذاتي. الطب بيتكلم على جهاز المناعة، هم مكتشف يعني وصلوا لقشور جهاز المناعة، وجهاز المناعة ده جزء بسيط جدا من الجهاز الكلي الرباني بتاع ربنا. وما دام احنا بنتكلم من هذا المنطلق، ما يفرقش بقى اسم المرض. انا بعالج المجال. لما بعالج المجال، طاقة الشفاء الذاتي او جهاز الشفاء الذاتي اللي تعمل بكفاءة 100% زي ما هي مفروض تشتغل. الرسم موجود في الجروب يا ذكر. يعني هي الرسومات الأساسية اللي بنحتاجها، اللي هي الرسمة بتاع الممثلة للإنسان قدامه وورا، الرسمة الثانية اللي هي جيناتيك ماب، الرسمة الثالثة اللي هي تابينج بوينتس. بالظبط، ما انت فكري في الكلام اللي هي الطاقة اللي انت عايزاها. طاقة يعني بالنسبة لحالتك، لو هي زرع كلى بتقولي طاقة توافق الكلى المزروعة مع الجسم، وتنقلي الطاقة دي لنفسك. حسام بيسأل على الحبوب اللي في الوجه. ما احنا لازم نعرف الخلل في المجال فين. حته يا حسام، في الماستر وفي الجروب التاني برضو. فالاول يا حسام احنا بنعمل ايه؟ بنكشف، نشوف خلل. ما هو ما دام في حبوب في الوجه يبقى في خلل في مكان ما في المجال. يعني ممكن يكون الخلل في مكان مختلف عن مكان الحبوب، فلازم تكشف الكشف الكلي على الجسم من ورا ومن قدام. بعد لما تحدد اماكن الخلل تعالجها، هتبص تلاقي الحبوب تروح. بالنسبة لنارو بتسأل، أركز على هذه النقاط في التابينج بوينتس وأرسل طاقة لمريض سرطان الدم. الكلام الأول حاجة يا نارو، هنعمل إيه؟ نركز على النقاط دي، بنملاهم بالنسبة لهذا الشخص
خليهم ينوروا لون ذهبي، سواء انا بملاهم لون ذهبي او شعاع ليزر بيملاهم لون ذهبي ايا كان. وبعدين الاول، ما انا لازم اكشف على المجال يا نارو، شوف الخلل في المجال فيني حته، ايه الخلل؟ ما هو في خلل في المجال هو اللي مسبب مرض سرطان الدم. يعني انا عشان كده يعني بعمل اللي هي لوح الاحجار. لوح الاحجار دي بتبقى مفيده جدا خاصه في امراض السرطان، لان مريض السرطان بياخد يعني مش ثواني في العلاج، بياخد ممكن اسابيع، بياخد اسبوعين ثلاثه. يعني الحمد لله حالات السرطان اللي عالجتها كلها بالكتير قوي 3 اسابيع والسرطان بيختفي. عشان كده لوحة الاحجار بتبقى دايما مولدة للطاقة العلاجية طول الوقت. ده ال ده الجروب الثاني اهو. ايوه بالظبط كده، كده صح يا ذكر. شكرا يا حسام على التوضيح. يا نارو، نارو بتسأل يعني اكشف عن طريق الميريدينات. اكشفي يا نارو بالطريقه اللي تريحك، بس الفكره كلها انت عارفه ان الميريدين هو السبب. يعني بدل ما تدوري على الاول تكشفي على كل الميريدينات، لما تكشفي على الجسم كله من الاول من الاصل زي الطريقه اللي انا بقولها. يعني اعملي الطريقه اللي تريحك. فهي دي الـ يعني زي ما بقول، انا بتسمع الكلام بتاعي، الكلام الخلفيات بتاعتك اللي هي بتاعت الميريدينات او الشكرات، وجمعي كل ده وشوفي ايه اللي قلبك بيستريح له واعمليه. يعني في الشغل بتاعنا ده مفيش حاجة محددة يا جماعة. الصوت كده موجود. ايه ده، انت اللي اخدتي الصوت يا ذكرى. هو كده الصوت موجود دلوقتي. طاهر بيسأل ممكن طريقة استخدام الطريقة الجينية. نفس الفكرة يا طاهر، زي ما تستخدمها في الكتاب الاناتومي، ما هو في الجينيتك ماب موجود على النت، اجيب صورة منها، احدد الاول ذبذبة الشخص واكشف بالقلم او الماركر على، امشي على الجيناتيك ماب واشوف البندول هيلف امتى مع عكس عقارب الساعه، يبقى في خلل في الجيناتيك ماب في المنطقه دي، واصلحه بنفس الطريقه برضو، اخلي البندول يلف مع عقارب الساعه. فهي لو
فكرنا شوية عن بص نلاقي الكلام اللي أنا قلته ممكن يطبق على حاجات لا حصر لها. من الخريطة الجينية لكتاب علم التشريح اللي هو الأناتومي، لخريطة منزل، لخريطة أرض، لخريطة مدينة. يعني مش عارف أقول إيه أكتر من إن فعلا مفيش حدود يا جماعة للي ممكن نعمله. الحد الوحيد اللي هو اللي إحنا بنحطه على نفسنا، الحدود اللي بنحطها على نفسنا. وناخد الأمور ببساطة، نبعد عن المسميات، خلينا في قلب المواضيع. لأن ممكن حاجة أنا بقولها بمسمى معين حد تاني يقولها بمسمى آخر وهي نفس الشيء، فما نتعلقش قوي بالمسمى. خلي الأمور بسيطة وإن شاء الله يعني في خلال أسبوع أو 10 أيام الجروب عندنا بتاع البندول هنعمل قاعة زي القاعات التانية، هيبقى فيها فيديو إن شاء الله، ويبقى برضو يعني الفيديو برضو بيساعد ان احنا اوري الحاجة، برضو بتساعد في انكم لما بتشوفوا الحاجة برضو بتساعد. سؤال طاهر، كيف اتخلص من تحكم العقل الواعي بالبندول؟ ده بالتدريب يا طاهر. يعني انا هقول لك حاجة، انت هتلاقي ان انت العقل الواعي ما بيشتغلش في حالات استعمال البندول مع حاجات انت ما عندكش سابق معرفة او سابق دراية بيها. هتبص العقل، المعلومات كلها موجودة في العقل الباطن، لكن لما بتيجي يعني مثلا ما انت ممكن تقول يعني انا طيب انا عايز اشتغل في البورصة، عايز اشتري سهم معين، صعب جدا انك تعمل ده بالبندول وتعرف اني سهم اللي تشتريه. ليه؟ لان العقل الواعي بيتدخل ويدي لك قراءة خاطئة. نارو بتقول بالتدريب على ذبذبات الالوان، صح، هي ممكن بطرق. طبعا تدريب الالوان ده يا جماعه بيفتح لكم حاجات كتير قوي، وبرضه حتى مهما الواحد وصل من استعمال البندول بيسال اسئله العقل الواعي، اصله بينط على طول. ما العقل الواعي ده جوانا يا جماعه، يعني هم الصراحه عقل واحد، احنا بس التقسيم الباطن والواعي واللاواعي والكلام ده كله دي تقسيمات حديثه يعني، لكن هو في الاخر عقل واحد. حاضر يا نار. ايه الاخبار يا نارو دلوقتي؟ ودلوقتي جميعا يا طارق الله ينور عليك. وبعدين ان شاء الله
هو لسه موجود ولا زال زي الأول؟ نارو لسه الوجع موجود ولا راح؟ أقل؟ طب الحمد لله ان شاء الله يروح الى بلا رجعه. فزي كنت بقول المحاضره دي الحمد لله مسجله وهرفعها النهارده ان شاء الله على اليوتيوب، وهنحط اللينك بتاعها فممكن الرجوع اليها وسماع المحاضره تاني وتالت زي ما تحبوا يعني. شكرا يا ريمان، وانت كمان ربنا يبارك لك. من الافكار التانية الحلوة اللي بتساعد على التعلم، يعني انا مثلا في اول المحاضرة، العفو ذكرى الله يخليكم، يعني انا بقول ليه ان احنا في الاول بنتخيل موج البحر بيغطينا بالسعادة والنور والايمان، وهو راجع بياخد كل ما يسوءنا او يتعبنا او بيضايقنا سواء نعرفه او ما نعرفوش. التخلص من الأشياء بيساعدنا في النقاء يا جماعة. راح عن بالي كنت عايز أقول إيه بالظبط، بس هترجع تاني إن شاء الله. لا مش متذكر، معلش هنبقى نقولها تاني بعد كده. انا قصدي افتكرتها دلوقتي. بالنسبة لو انا عايز، يعني دي حاجة انا عملتها مع نفسي. كلنا نعرف الدكتور ابراهيم كريم او ابراهيم كريم، من اكتر الناس علما في موضوع البايو جيومتري والعلاج والحاجات دي كلها. فانا عملت ايه، الراجل ده عنده، يعني انا بحب اسمعه جدا وبتعلم منه حاجات كتير. فعملت ايه، جبت الصورة بتاعته من الانترنت ورحت عند الفوتوشوب، عند يعني محل اللي هو بيطبع الصور، وطبعت صورته وحطيت الصورة عندي على الحيط، علقتها. انا هدفي من الموضوع ده ايه، ان انا يبقى في تواصل بيني وبين الدكتور ابراهيم كريم في موضوع العلم، مش في حاجات تانية، في العلم. نيتي ان انا استفيد من العلم اللي عنده. في نفس الوقت انا بحب ان انا العب موسيقى، انا بلعب آلة الأورج. فبرضه رحت عامل ايه، جبت صور الموسيقيين الكبار قوي بتوع كلاسيك زي شوبان وبيتهوفن وتشايكوفسكي وكل الاسامي دي، جبت الصور بتاعتهم وبرضه طبعتها وعلقتها على الحيطة عندي عشان استزيد علما في الموسيقى. لو في اي حد بيدرس بيروح الجامعة، او لاطفالنا اللي بيروحوا المدرسة، لو انا جبت صورة المدرس او الاستاذ او المحاضر وحطيت الصورة دي قدامي، هتساعدني في تواصل بيني وبين الشخص اللي هو المدرس او الاستاذ او ايا كان، او الشخص اللي انا عايز اتعلم منه. هتبص تلاقي تلقائي هتسعى الى المعلومات اللي تساعدك في تواصل المعلومات دي وازدياد المعلومة دي عندك. لو طلبة في جامعة او في مدرسة، وضع صورة المحاضر او الاستاذ او المدرس بتساعد على فهم الكلام اللي بيقوله، او بيساعد في فهم المادة اكتر، وبالتالي بيساعد في النمر احسن. فدي فكره برضو انا بقولها لكم بتساعد، اللي هي تواصل الذبذبات مع الاشخاص. عايز تبقى شاطر مثلا في لغه معينه، هات اللي هو شاطر في هذه اللغه وحط الصوره بتاعته قدامك، يحصل تواصل بينك وبين الشخص
بتبقى تعلم الشيء ده هو أسهل بمراحل. طيب يا جماعة في أي أسئلة؟ أنا تحت أمركم في أي أسئلة أو علاجات. شكرا يا ذكر. حاضر يا حسام. ايه الاخبار يا حسام دلوقتي؟ احسن يا حسام؟ طب الحمد لله، الله اكبر. طب سبحان الله، اي وقت يا حسام، ما انت عارف طريقي، ما تستناش المحاضره يا. ربنا يحفظك يا حسام. فأحب إن أنا أشكركم جميعا، وأشكر أماني صاحبة الغرفة، وإن هي اللي عرفتني بيكم كلكم، ويعني وألف شكر لدعواتكم ولأسئلتكم ولحضوركم. كفاية إن أنتوا جيتوا تسمعوني، يعني أنا نفسي إن أنا مرة من المرات من المحاضرات دي أسمع يعني نجاحاتكم، أنتوا عملتوا إيه. شكرا يا ذكر، فربنا يسعدكم جميعا ويجيب لكم كل خير ويوصلكم للي انتوا عايزينه كله. وممكن زي ما انا قلت التواصل معايا عن طريق المسجز او عن طريق الجروب. المسجز بتدي نوع من الخصوصية طبعا، فكل واحد على حسب زي ما هو عايز. فربنا يحفظكم كلكم، والف شكر، وتصبحون على خير.